قولهم كنقول لهم عملوا عملت انا ما تتما ما تملكم والو وكل واحد عا الا بغيتي تقرا حضوري يكون بخير. واش عملتوا هذيك خليك عملنا ولكن كاين اللي كيقول انا ما عرفتش شنو نعمل ثانيه ما نكذبش عليك والله ما بحثت فيه ونعلق بحث فيه ما بحث شي فيه درنا توكلنا على الله وصافي يعني بزز مني نعدلو صافي ما مقتنعش بهذا اللقاح عملت الاولى والثانيه دابا سيمانه وما خرجتش كارطه تقول ما طلعش في السيستم انا مع جوست لقاح وخير داري على بان الملك دار هو الاول شتنا من الجرعه الثانيه حيتاش على مدرسة طروانة قالنا لي معي مرشي تسرقي حي قرا عن بعد لا انا بغيت نقرا حضوري باش ما انا عن بعد ما كان فهم ما والو ديك التليفون وديك وا كان عندنا التخو بالحق ما عملنا الاولى وما عملنا والو قلنا نعملو الثانية قطع ياسنا دابا قال لك خرجوا دابا ديك قرار ممنوع يمشي شي واحد اللي ما عندوش الجواز القهوة ولا المطعم دابا ما علينا عين مت فايزر واش تي اخترتيها ولا لا انا هما عملوا لي فايزر دي ساعه قالوا لي دابا جيت نعمل الثانيه قالوا لي من جرعه عادي تمل قلت لهم دابا عندي فايزر فعلي عملتو لي الاولى بعد منهم دابا كاين اللي خوفانين منا وهذيك دابا انا كنسجعهم كنقول لهم عملوا عملت انا ما تتما ما تملكم والو وكل واحد عا الا بغيتي تقرا حضوري دابا جيت نكملو الجرعه ديالو الثانيه ما نكذبش عليك والله ما بحثت فيه ونعلق بحثت فيه ما بحثت شي فيه درنا توكلنا على الله وصافي يعني هاد يعني شفنا الناس جاو كاملين في دقه واحده ودابا دابا عاوت ولات المشكل ولات مطلوبه في اي محل التجاره القهوه السوق الحمام تتكسل دابا خصك تيكون هادو البطاقه اللي يكسلك لا جيت مع الزوج ديالي لا الاولانية مع هاد الاجبار اللي عملوه المهم كان مجبر انه يجي يعملها مع هاد الاجبار ديال الازاميه ديال الجواز قلنا ضروري يجي يعملها هو كان كيتسنى في الخدمه ديالو هو خدام في واحد الشركه كان كيتسنى يوصل له الدور ديالو في الخدمه ساعه تعطلوا عليه صافي قلت له نمشيو لبلاصه عموميه وصافي يعملها ثاني حساب الخدمه ديالي كنمشي نخدم في البلندريه قالوا لي الا ما كانش عندك ما يمكنش يدخل على حساب كتقول اللجنه كتوصل كتدخل بان ما عندكش راه ما تخدمش هو هي اللي جاتنا دابا باش نديروا محاوله ثانيه واش نقول لك انا الفكره ضد يعني انسان هو ما جاي يتقهوى في قهوه عاديه عشوائيه اجي تقول له راه ورقه التلقيح مثلا قهوه نقولوا راه فيها والتاكسي صغير غادي يطلع يقول لك راه ورقه ما عندكش ما ديكش ها دابا مثلا تاك صغير ماشي راه ورقه ما عندكش راه ما نطلعكش وهاديك انسان اللي مولي شي فور هذا ما عندوش ما يخدم ها يعني راه هادي واحد المرحله هادي خصهم يشوفوا لها الحل ديالها في اي طريق لحد الساعه حنا قلنا هذا الصباح البنات ديالنا وداك الشيء لان كيعملوا الشغل منعوهم باش يجيو الا ما يكونش جاء ميساج كيقولوا لهم الا ما جيتوش ملقحين راه ما دخلوش شيء هذه ومهم مخوفين لان هذا الشيء اللي كيسمعوه على ان فايزر شويه مرضت بزاف ديال الناس وكذا وهذه وانهم ما كيعطيوش الاختيارات هذه كيقول لك على ان كاين ثلاثه ديال الانواع ديال التلقيح كاين استرازينيكا وكاين سينوفارم وكاين حتى فايزر كاين بعض الناس سالتهم انا وانا ما جيت هنا امام هذا الخط هذا ديال الرجال ولا النساء سالتهم الله يجازيكم بخير واش عملتوا هذيك عملنا ولكن كاين اللي كيقول انا ما عرفتش شنو نعمل وكاين اللي كيقول لا سيدي كاين اختيارات واحد الولد الصغير في باقي طالب قال انا اخترت فايزر قالوا لي عملوا لي فايزر وكاين واحد السيد وهو واحد المره كبيره قالوا لي حنا عملوا لنا سينوفارم اما استرازينيكا ما سمعنا عليها حتى شي كلام لحد الساعه ولكن فينالمون اصبح اجباري على حسب الوضعيه تغيرت الحاله تخسرت في هذه ولو ان الوضعيه هودت على اللي كانت ونزلت بزاف في المغرب كامل انما دائما
الخطر ديال الجائحه كيهدد. بغيت نعمل تلقيح على حساب ضروري خصك تعملو، طبيب، قهوه، اي حاجه، مقاطعه، اي وثائق ضروري. هذاك هو السبب اللي خلاني نمشي نعمل لقاح. لا ضروري بزز مني خصني نعاد اللقاح. كنت متخوف فهمتيني، يعني بزز مني نعدلو صافي، ما مقتنعش بهذا اللقاح، يعني ضروري خصك تعمل لقاح، اما انا ما مقتنعش به فهمتيني. ما انا كنسكن في بيرشيف. وعندكم شي تما الطبيب ولا شي حاجه؟ كاين الطبيب. كنسمع كي هنايا كيسربيو دغيا فهمتيني، هنايا كيسربيو. عمات الاولى والثانيه دابا سيمانه وما خرجتش كارطة، جاو السفر ما بغاش يخرج، كنمشي دابا 5 مارس وانا كنمشي نعدل، ما بغاوش يقول ما طلعش في السيستم. ساكن في دار ميقنا. ها كاينه شي طبيب؟ ما كاينش شي طبيبه ولا كاينه؟ كاينه، وانا جيت زعما هنا فاهم، وانا انا كيقولوا حسين من هذاك فاهم. ناي دابا جيت انا نسقسي واش ما دخلونيش في السيستم، واش شي حاجه غلطه فاهم. لا ما كنتش متخوف منه، حيت كاين صحابي اللي كانوا عدلوا كيقولوا لي اللي برا ساهله وجات عادي. هادشي عاد طبقوا عادلي من الخميس لين عاد يطبق، عاد طبقوه. واش نقول لك، هو يقدر يكون واحد الحاجه مزيانه فحالك اللي ما بغاش يدير، واش ما يديرهاش مناش خايف فهمتي. اذا ما يمكنش انا نمشي للحمال واحد اخر ما بغاش يديرها، ما يمكنش انا ما تخش شي اداره علاش واحد اخر ما بغاش يديرها. الله يعني نتعاونوا باش نحيدوا هذا الوباء، باش كلشي يرجع لبلاصتو، كلشي خصو يتلقاه. يعني تينا معاه جواز، حنا ما عرفوش بحسب الناس اللي كيقارينوا ولا هاد العلماء اللي كيقولوا سير ديرها. يعني تينا معاه جواز تلقاه؟ انا معاه جواز تلقاه، هو خير داري على بان الملك دار هو الاول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.